قضية العودة إلى بغداد مو ناقصة ولا عيب، وبغداد يعني هي بالأول والأخير راعية الإقليم، يعني حين يكون هناك خلافات لا يمكن حلها في إطار إقليم كردستان، القضاء العراقي، المحكمة الاتحادية هي التي تفصل في هذه القضايا. بعدين بالمناسبة اليوم انتخابات كردستان، وضع كردستان، راية إقليم كردستان اليوم في يد الحكومة الاتحادية، يعني المعادلة في إقليم كردستان باتت عراقية، شئنا أم أبينا. من يرفض شلون اهلا به، شلون رايه الاقليم في يد حكومه بغداد؟ يعني اقليم كردستان اليوم ليس كاقليم كردستان في السابق، اقليم كردستان اليوم حتى في هذه الانتخابات اذا تلاحظين الاقبال اللي كان موجود، رغم انه النسبه ليست كرأي شخصي لم تقنعني، كنت اريد بعد اكثر، لكن اقليم كردستان اليوم هناك اراده شعبيه بدرجه اولى، اراده لدى قوه غالبيه القوى السياسيه الى الحفاظ على الهويه العراقيه. اقليم كردستان اليوم رويدا رويدا يعود الى الحاضنه العراقيه، هذا المهم بالامر. ليش وين كان يعني اقليم كردستان؟ رايته بيد الحكومة الاتحادية، فيعني هناك وين كان الاقليم؟ حضرتك تقول رويدا رويدا بدا يرجع الى الهوية العراقية، شنو كانت هويته؟ كان يغرد برا السرب الاقليم. شلون؟ الاقليم كان يغرد برا السرب، ويعني برا السرب العراقي، ويعني الاستفتاء كان احد هذه السياسات، لكن بعد ذلك اليوم حتى قد يكون قوى كردستانيه، وقد يكون حتى بما فيها الحزب الديمقراطي، بات بشكل او باخر مقتنع بانه اقليم كردستان عمقه الاستراتيجي بغداد، خلافاته تحل في بغداد، مشاكله تحل في بغداد، وبالتالي لا غنى عن بغداد لهذا الاقليم.